تحت توصيات رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي ابتسام ووالي ولاية بسكرة، وبمرافقة اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بولاية بسكرة، تم جمع 12,000 قفة تم توزيعها مع مديرية الشؤون الدينية عبر مساجد ودوائر وبلديات الولاية. دوك الحمد لله الهلال الاحمر الجزائري اللجنه الولائيه بسكره دائما بتوصيات دكتوره حملاوي ابتسام رئيس الهلال الاحمر الجزائري وايضا سيد والي ولايه بسكره الذي دعم الهلال الاحمر اللجنه الولائيه كل ما نحتاجه، دعمنا بكل شيء ماديا ومعنويا وكل الوسائل النقل والبشريه. نروح للقفف سيد الوالي دار حمله مع رجال الاعمال والمحسنين والمحسنات ولايه بسكره، وتم جمع مع الهلال الأحمر 12,000 قفة وتم توزيعها مع مديرية الشؤون الدينية. مديرية الشؤون الدينية تقريب سلمنا 8,000 قفة وتوزعت على كل البلديات والمساجد الولاية بفوق 600 مسجد و10 دوائر، تم كلها توزيعها الطرود الغذائية العائلات والأهالي المحبوسين. دائما مع المديرية العامة للسجون هم مشكورين، يتناسقوا معنا وعطاونا القائمات وسلمنا لهم القفف بس يسلموهم العائلات المعوزة للمحبوسين. معنا أيضا يوجد ناس محبوسين وعائلتهم معوزين، الهلال الأحمر تكفل بهم نوصلهم سموها الوجبة الساخنة في كل الولاية والحمد لله. وأيضا وصلنا لهم القفف. لا تزال حملات الهلال الأحمر الجزائري متواصلة لصالح الفقراء والمعوزين والمحتاجين ليلة شهر رمضان وعلى مدار السنة.